بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بندخل في قواعد الاشتقاق، differentiation rules، قواعد الاشتقاق. زي ما احنا عارفين ومرت علينا قبل، هي قواعد الاشتقاق قواعد بسيطة زي مشتقة الثابت تساوي صفر، الاشتقاق بتوزع على الجمع، توزع على الطرح، توزع على الضرب. الاشتقاق يعني مشتقة الأول ضرب مشتقة الثاني. أيوة، له قاعدة خاصة. كذلك القسمة إلها قاعدة خاصة. كمان إكس مرفوع على أس معين برضو إلها قاعدة. نشوف إحنا قواعد الاشتقاق. قواعد الاشتقاق، السي نعتبره كونستانت يعني ثابت. فأول قاعدة بتقول لي لو كان اف اوف اكس بتساوي سي فإن اف برايم اوف اكس تساوي زيرو، يعني مشتقة الثابت بتساوي صفر. مشتقة الثابت بتساوي صفر. القاعدة الثانية بتقول لو كانت f of x عبارة عن x مرفوع على أس، زمان أيام توجيه أو غيره كنا نأخذ الآن positive integer، عدد صحيح موجب. لما أقول x أس 3، x أس ناقص 2، x أس 15 بالصورة هذه، نشتق هذه بتطلع 3 x تربيع، هذا سالب 2 x أس سالب 3، بنقص واحد من الأس، 15 إكس أس 14 من غير سالب 14. فالآن إحنا بنقول المشتقة أف شرطة إكس بتساوي الأس في إكس مرفوع على الأس ناقص واحد، حيث الأن ريال نمبر. إحنا دائما كنا ناخذها ناخذ الأن تنتمي إلى زد أو إلى زد بوزيتيف كمان. لكن احنا ممكن نعممها. أهمية الشرط هذا ايش تأثر عندي؟ يعني لو كانت عندي x أس نص، فالمشتقة بدها تصير عندي ايش؟ نص x أس سالب نص، صح؟ x أس 3 أرباع، المشتقة حتصير 3 أرباع x أس سالب ربع. طبعا البسط ناقص المقام على المقام، هذا في الكسر. البسط 1 ناقص 2 على 2، 3 ناقص 4 على 4، البسط ناقص المقام على المقام مباشرة بنجيبها. تمام؟ طيب، على القاعدة هذه ما ضربتش ولا مثال أنا، لو كانت عندي واي بتساوي 17، إيش المشتقة؟ بتساوي صفر. لو اف اوف اكس تساوي جذر الاثنين، يبقى اف برايم اوف اكس إيش بتساوي؟ صفر برضه. هنا الجذر ثابت، ايش في اكس؟ مش تقول لي 2 اس نص وتقعد نهبل. هذا ثابت خالي من اكس، اذا هو اقتران ثابت وبالتالي مشتقته صفر. اذا كان الثابت خالي من اكس اذا هو ثابت وبالتالي مشتقته بتساوي صفر. هان لما تكون اكس مرفوعه لاس معين. رقم 3، لو كانت عندي واي عباره عن ثابت في اقتران، ثابت في اقتران، فإن مشتقة الواي يا بقول واي شرطة أو بقول دي واي على دي إكس، صح؟ بتساوي الثابت في مشتقة الاقتران. الثابت في مشتقة الاقتران، زي ما يكون عندي مثلا لو كانت واي بتساوي 5 إكس تربيع، إذا دي واي على دي إكس بتساوي الثابت بنزل في مشتقة هذه 2 إكس، صح؟ 2 اكس اس 1. طب على فرض كانت اكس تكعيب، عشان نبين الاس هنا حنقول 3 اكس تربيع. انسى الثابت، ثابت بنزل مشتقة الاكس تكعيب 3 اكس تربيع، فبصير 5 في 3 15 اكس تربيع. تمام؟ اوكي، هذا هي معناته الثابت بنزل، ثابت في مشتقة الاقتران، مشتقة الاقتران حسب القاعدة الثانية. رقم 4، الاشتقاق لمجموع اقترانين
كاتب له هو يو والفي مظبوط. القصد اليو عبارة عن اقتران في إكس والفي اقتران في إكس، أنا بسميهن F of X و G of X، هاي اقترانين. مشتقة المجموع بساوي مجموع المشتقات F برايم X G برايم X، ولو كانت ناقص بحط ناقص. طبعا الجمع يقصد فيه الجمع الجبري اللي هو بيشمل الموجب والسالب. عليكم السلام. يا ريت كل القواعد زي الجمع، مشتقة الأول زائد مشتقة الثاني على طول. يا ريتها لو ضرب أقول مشتقة الأول ضرب مشتقة الثاني. يا ريت في القسمة أقول مشتقة البسطة مشتقة المقام. يا ريت لما بجمع الكسور زي ما مش تلت في خمسين بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. يا ريت في الجمع زي هيك بنقول وخلص كان كل الأمور سهلة بتيجي. لا بزبطش، بس يعني بتخالف الواقع بتصير. لذلك إحنا بنقول كيف إيش القاعدة لما أجي أجمع بصير. فجمع الكسور بنفعش زي ضرب الكسور صح؟ فالجمع قاعدته غير عن الضرب، والضرب غير عن القسمة. فالآن لما بدي أضرب رقم خمسة دي عدي إكس لأف أوف إكس في جي أوف إكس بتساويش الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. صحيح؟ الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. كمثال لو كان عندي F of X تساوي X تربيع زائد X في 2X ناقص 3 مثلا. قبل ما أكمل معلش قاعدة بسيطة عشان لما يكون اقتران خطي مباشرة نحله. لو كانت عندي y بتساوي ax زائد b، هذا اقتران ايش؟ حيث a لا تساوي صفر عشان يكون كلامنا مظبوط انه اقتران خطي، صح؟ لو a بصفر ثابت بصير اقتران بيختفي الx. فالان لما نجيب dy على dx هذه مجموع اقترانين، صح؟ هذه ثابت، ايش مشتقتها؟ صفر. هنا ثابت في مشتقة الاقتران الثابت، اتفقنا هنا انه الثابت بنزل. ايش مشتقة الاكس؟ واحد. واحد لو طبقنا عليها القاعدة هذه ايش بيطلع مشتقتها؟ واحد، لانها اكس اس واحد. ايش ده تصير؟ الاس في الاكس مرفوع للاس ناقص واحد، يعني واحد في اكس اس صفر يعني واحد في واحد، اذا بيساوي واحد. اذا مشتقة الاكس بواحد. فلما يقول لي مشتقة الاثنين اكس بقول له 2 بنزل في مشتقة الاكس فبيطلع 2، يبقى مشتقة الاكس 1. ايش طلع عندي؟ ايه. اذا مشتقة اي اقتران ثابت هو معامل اكس باشارته. يعني لو كانت عندي واي بتساوي 5 ناقص 3 اكس يبقى واي شرطه بتساوي سالب 3، صح؟ سالب 3. ما حدش يقعد يحضر هالحين يقعد يطلع في قدامه، ينتبه هنا أفضل. هذه صفر، سالب ثلاثة بتنزل في واحد، سالب ثلاثة في واحد بعطيني سالب ثلاثة. إذا عموما مشتقة الاقتران الخطي مشتقة هيك مباشرة نعملها قاعدة، مشتقة AX زائد B تساوي A. إيش الـ A؟ هي معامل X. وبالتالي لما أقول لكم مشتقة الـ X مشتقة، حطت الجواب فوق، مشتقة الإكس هنا هذه عبارة عن ضمير مستتر تقديره واحد في إكس زائد صفر على الصورة هذه. فمعامل إكس إيش؟ فبتساوي واحد. أوكي؟ يبقى أي اقتران خطي مشتقته هو معامل إكس. أوكي؟ يبقى الآن لما بدي أقول حاصل ضرب اقترانين المشتقة بتقول تساوي. لو ما حطيتيش هذا وكتبت يساوي غلط الحل. لو حطيت يساوي على طول تحت اليساوي غلط. المشتقة اللي بتساوي، واضح؟ مش الاقتران نفسه. انتبه يا ابني، انتبه، تلعبش في القلم، انتبه معي، ركز معي. ايوه طلع هان خليك تفهم. الان نقول الاول في مشتقة الثاني اقتران خطي معامل اكس مباشرة اتفقنا، زائد الثاني مشتقة هذا 2 اكس
هذه واحد. تمام، لو سبناه هيك بمشي الحال، لأنه الهدف من القاعدة تطبيق القاعدة، مش إيجاب ناتج أو تكملة الحل. نكمل إحنا الحين الآن عند القاعدة الأخيرة اللي هي السادسة، اللي هي مشتقة خارج قسمة اقترانين. نرجع. فالآن القاعدة السادسة والأخيرة، لو كانت y، القاعدة السادسة y بتساوي f of x على g of x، فإن y شرطة أو dy على x تساوي على مربع المقام، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. طب ما فيش داعي تكتبوه، لأنه باليو والفي نفس الكلام، المقام والبسط، وانتوا حافظينها بالعربي، على مربع المقام. طبعا في العربي بنكتب من اليمين للشمال، بالانجليزي بنكتب من الشمال لليمين. هان المقام تربيع بالعربي، خليها نكتب هنا المقام، المقام ناقص في طيب في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. طبعا البسط في قرابة مع قاعدة الضرب، الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول، لكن هنا في إشارة ناقص. بعدين إشارة الضرب تقرب لها إشارة الجمع بس لف صغيرة، والقسمة تقرب لها إشارة الطرح بس النقطتين، صح؟ فمع القسمة الإشارة ناقص، ومع الضرب بتكون إشارة جمع. أوكي، في ناس بخربطوا بحطوا هنا جمع، في القسمة لا، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على مربع المقام. هذه هي القاعدة. نأخذ مثال عليها. طبعا هيك احنا باعتبار كل قاعدة اخذنا عليها مثال، ما فيش داعي اشرح الامثلة اللي مكتوبة عندكم، يعني تعتبر شفنا. فلو كان عندي f of x تساوي 2x زائد 1 على 3x ناقص 5، f برايم x بتساوي على مربع المقام، ولا عمركم في حياتكم تحاولوا في كل مقام، خلوه دائما زي ما هو، صح؟ ما استفيدش منه حاجة. المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام 3. طبعا ممكن يكون احدهما تربيع او تكعيب، مش مشكلة خالص عندي. بنفك. اذا كان البسط والمقام من الدرجة الاولى، بتلاقي كل الاكسات في البسط بيظهر عندي فقط حد ثابت، ما بيطلعش فيها اكسات. لو ضربنا 2 في 3 6x ناقص 10 ناقص 3 في القوس، اعتبروا الثلاثة قدام، سالب 6x ناقص 3، 6x مع لا لسه 3x مستعجلين على التشفير، بضل عندنا ايش؟ سالب 13 على 3x ناقص 5 الكل تربيع. تمام، هذه لخارج قسمة اقترانين. اوكي، ناخذ بس بعض النوتيشنز، الرموز، لو بدي اجيب مشتقة ثانية او ثالثة او رابعة. في عندنا سكند اوردر او هاي اوردر، هاير اوردر، سكند دريفاتيف اند هاير دريفاتيفز، الاوردر او الدريفاتيف، الاوردر اللي هي عدد مرات الاشتقاق. اوكي خلاص، الان لو كانت عندي f of x اللي هي y بتساوي x تكعيب، المشتقة الاولى بنسميها y شرطة بتساوي f برايم of x تساوي، هذه ممكن ارمز لها بالرمز dy على dx، هذه بقدر اسميها df على dx او d على dx ل f of x، كتبناها المحاضرة الفاتحة. يعني بقدر اقول dy على dx
او واي شرطه او اف شرطه او في برايم اللي هي دي عادي اكس لاف او دي عادي اكس لاف اوف اكس. كل هذول مشتقه اولى. الان اشتق المشتقه الثانيه، بكتب واي دبل برايم اف دبل برايم اكس وتساوي قديش؟ 6 اكس. هذه بالصوره هذه بقدر اكتبها دي 2 واي على دي اكس تربيع. كنا نقول دال صاد عدال سين، لما اشتقها دال 2 صاد عدال سين تربيع. بقول ايش دال تربيع؟ بقول دال 2 صاد على دال سين تربيع. لو اشتقها كمان مره تصير دي 3 صاد على دال سين تكعيب وهكذا. اشتقها مشتقه ثالثه 6، يعني هذه واي تريبل تريبل دبل تريبل اف تريبل برايم اكس. هذه بكتبها دي 3 واي على دي اكس تكعيب، تمام. المشتقه الرابعه 0، والخامسه كل من الرابعه الى ما لا نهايه من المشتقات او الى ان من المشتقات كله بيساوي 0. المشتقه الرابعه بكتبها واي قوس صغير 4. القوس هذا يدل على المشتقه، لو كتبتها واي اس 4 تساوي مثلا 2 اكس زائد 1، بنروح لحاجه اسمها الاشتقاق الضمني، وهذا جاي معنا لقدام. اشتقاق ضمني، هذه بشتقها 4 واي تكعيب في دي واي ادي اكس، هذا جاي لقدام. فبدون القوس معناها اس، لكن مع القوس معناها عدد مرات الاشتقاق. وبالتالي واي اس 4 بتساوي اف 4 للاكس اللي هي بتساوي 0. هذه بقدر اكتبها دي 4 واي على دي اكس 4 وهكذا. اوكي، لو طلعنا حنلاقي موجود عندنا في صفحه 60 هذا الكلام بالصور اللي احنا متعودين عليها. هذه بالدي واي على دي اكس قلنا بسموها ليبينز نوتيشن، واحد هو اول واحد استخدم فيها، بتسمى العمليه باسم. المثال هنا بوضح تطبيق على القاعده ووضحناها قبل هيك، ممكن تشوفوه ان شاء الله. نروح لسكشن 3-5. سكشن 3-5 بس قواعد بسيطه، كلمتين تذكير بمشتقات الاقترانات المثلثيه. مشتقات الاقترانات المثلثيه derivatives of trigonometric functions، مشتقات الاقترانات المثلثية. متذكرينهم بالعربي ولا لا؟ الجيب جتا، والجتا ما دام قلت جيب، لو قلت جا قولوا جتا، لو قلت جيب قولوا جيب، تمام. جتا جيب تمام، ما علينا. الجا جتا، والجتا سالب جيب. اللي فيها تا مشتقتها بالسالب، اللي فيش فيها تا بالموجب. كويسين، هايكم متذكرين كويس. نذكر بالعربي قبل، ما بضرش، انا بهمني انكم تكونوا حافظين القاعده وتطبقوها، بكون افضل سواء بالعربي او بالانجليزي، بس كل شغل بالانجليزي. كان عندي الاقتران قاف سين ومشتقه الاقتران بالعربي، كنا نقول جيب سين عشان قلنا سين، مشتقتها جتا سين، جتا سين سالب جيب سين. ضا فيش فيها تاء، مشتقتها بالموجب، ضاقة تربيع. الضتا عشان فيها تاء سالب قتا تربيع. ما لو حفظت الضا بحفظ الضتا، قا قتا ضا ضتا. ايش ضل؟ قا سين قا ضا. ليش ضا؟ لانه الضا والقا لهن علاقة مع بعض فبتكون معها، والقتا سين نفسها بس بالتاء سالب قتا سين وتا سين، تمام؟ هذا بالعربي. بالانجليزي احنا الان في 3 مشتقات الاقترانات المثلثية. اوكي، الان لو عندي اف اوف اكس عندنا اف برايم اوف اكس هو ديريفاتيفز
او عندنا ساين كوزاين تان كوتان سك كوسيكنت، هاي بالترتيب زي ما هو مكتوب. تمام، نترجم الساين كوزاين. الكوزاين اللي في الانجليزي عادي اللي بتبدا بسي مشتقتها بالسالب، اللي بتبدا بالسي مشتقتها بالسالب. الكوزاين سالب ساين، التان سك تربيع اكس، سك اللي هي القاء مقلوب الجثة صح، واللي فيها تاء مقلوبها فيش فيه تاء للتذكير خالص. الكوتان زي هذه بس كوسيكنت تربيع سك سك ايوه زي ما نقول سكة قطار، كم سكة هذول؟ سكتان مظبوط، فالسك مشتقتها سكتان اثنين، او كنا بواحد صرنا بتنتين. اوكي السك هنا زيها كوسيكنت اكس كوتان اكس، يبقى هاي مشتقات الاقترانات المثلثي. موجود عندنا مثالين، ممكن ناخذ لنا كمان سؤال من التمارين عشان نمشي. المثال الاول example معطيني y بتساوي sec x، طالب المشتقة الثانية ايش بتساوي؟ المشتقة الأولى ايش السك؟ سكتان صح؟ لسه بنقول فيها، هاي المشتقة الأولى. حاصل ضرب اقترانين الآن مظبوط ولا لا؟ يبقى y دبل برايم بتساوي الأول في مشتقة التان سك تربيع اكس زائد الثاني في مشتقة سك اكس تان اكس مظبوط؟ بنرتبها بس، سك تكعيب اكس زائد سك اكس تان تربيع اكس بس، ما فيش فائدة، مش هستفيد يعني لو اخذت السك عامل مشترك، بضل عندي سك تربيع زائد تان تربيع، هاد ما لهاش علاقة. احنا عندنا انه الواحد زائد تان تربيع بتساوي سك تربيع، واحد زائد ضا تربيع بتساوي قا تربيع مظبوط. مش لو انها هذه سكة، لو وديت هذه هان تصير سك تربيع اكس ناقص تان تربيع اكس بتساوي واحد، لكن انا عندي هنا لو اخذت عامل مشترك زائد او جمع مش هستفيد منها، لو سبتها هيك واللي بتاخذ عامل مشترك ما بضرش، بكون تبسيط للاخر. المثال الثاني بيقول لي انه ممكن التعويض المباشر عند ايجاد نهايات تحتوي على اقترانات مثلثية، يعني زيها زي غيرها، لانه اول علاقة مع الاشتقاق الاقترانات، اسف النهايات مع الاقترانات المثلثية. بقول اوجد فايند ليميت، احنا اخذنا الليميت قبل هيك، لما اخذنا الليمت لجي لجذر لابصر ايش، قلنا الجي تطلع خارج الليمت والحاجات هاي، واخذنا منها كان في ساين وفي كوزاين مظبوط، يعني اخذنا نهايات قبل هيك. اوكي بقول لي فايند ليمت لما اكس تقول للصفر لجذر 2 زائد سك اكس على كوزاين باي ناقص تان اكس بالضبط، دايركت سبستيتيوشن تعويض مباشر، لما اكس بصفر ما دام بعطيني صفر على صفر احنا بخير، ما دام بعطيني صفر على صفر سك الصفر انا صحيح مش متذكر، انا بتذكر من هذا الصفر، هي الزوجة المرتب تبع اللي هو ايش؟ واحد، والمسقط الاول كوزاين، المسقط الثاني ساين، وساين على كوزاين بعطيني تان، ساين على كوزاين بعطيني تان، والمقلوب بعطيني المقلوب، مقلوب الساين غير معرف، مقلوب الكوزاين اللي هو السك واحد صح، كل واحدة بعتبرها على واحد، بطلع كل الست اقترانات مثلثية لها. فالآن بقدر أقول يساوي من غير ليمت، أشوف تعويض مباشر
2 زائد سك الصفر، السك مقلوب الكوزاين يبقى 1، مقلوب الكوزاين 1 على كوزاين باي ناقص تاني الصفر اللي هي ساين على كوزاين، صفر على 1 صفر، يبقى صارت جذر الثلاثة على كوزاين الباي. كوزاين الباي قديش؟ هاي الباي. الزوج المرتب، المرتب سالب 1 صفر، هاي الكوزاين قديش؟ يبقى جذر الثلاثة على سالب 1 وتساوي سالب جذر الثلاثة. تعويض مباشر، لو طلع صفر على صفر بنحاول ندور لها أحد الحلول. نأخذ لنا سؤال من التمرين بس. مش وين المشكلة؟ كلام بسيط. ويعني سيكشن 3 3 و 3 5 قواعد بس مش أكثر. قواعد الاشتقاق واحنا حافظينها من أول، مظبوط ولا لا؟ من الأصل. إلا الناس اللي زمان مخلصة، صح؟ في ناس ناسي القواعد فذكرناهم فيها، ومشتقات الاقترانات المثلثية برضو تذكير بالقواعد. هاي السكشنين اللي أخذناها مش كتار. نأخذ لنا أي سؤال. بدي أروح سؤال 5 مثلا، بقول أوجد المشتقة الثانية. سؤال 5 صفحة 64 مش بها. سؤال 5 y بتساوي sec x محلول هذا بي، مظبوط. سؤال 5 a 5 b، b محلول هو نفس المثال. 5 a y بتساوي cosecant، نفس الكلام، بدل sec هتكون cosecant بس بالسالب، الاشتقاق بالسالب، مظبوط ولا لا؟ يعني لو كانت cosecant x يبقى y شرطه بتساوي ايش؟ سالب cosecant x cotan x. هذا المشتقة الأولى. المشتقة الثانية هي السالب برا، انسوا السالب ما تخافوش منها. حاصل ضرب اقترانين، الأول كوسيكانت زي ما هي، في مشتقة الثاني صح؟ هذا الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني، معلش بدنا نكبره هذا نعمله هيك، زائد الثاني كوتان اكس في مشتقة السالب، هذه برا ننسى عشان قلنا ننساها خلاص. هنا في زائد سكتان كوسيكان كوتان، سالب كوسيكان اكس كوتان اكس، مظبوط هيك؟ ونسكر القوس، خلي السالب برا برضو بعدين بنشوفها. نفك القواس، سالب كوسيكان تكعيب اكس، هذه ناقص كوتان في كوتان يبقى كوسيكانت اكس كوتان تربيع اكس، هذا كله برا السالب. لو دخلنا السالب بصير بالموجب كوسيكانت تكعيب اكس زائد كوسيكانت اكس كوتان تربيع اكس، نفس الناتج تبع المثال اللي قبل. اهم حاجه اني السالب حيدتها برا عشان ما تعمليش قصه اقعد افك واقول في سالب، لا احط السالب برا واتعاملي مع حاصل ضرب اقترانين. الاول مشتقة الثاني ما احطش زي هيك، لو حطيتها هيك بسهل واحد احيانا لما يركزش، فبتلاقوا عندي اخطاء مطبعيه ولا لا في الكتاب، لو نسيت ممكن تصير هذه ناقص هذه، هيك بتعامل معها، ويمكن النقطه هذه اللي هي الضغط الضرب تيجي فاهيه عندك مش واضحه، او تنسي تحطيها صح تعمل لك مشكله. فضروري عند السالب اخذ القواس كون اضمن، في سالب بعمل قوس بكون افضل ان شاء الله. سؤال 6 بيقول لي اوجد المشتقه الرابعه، صح؟ للاقترانات المشتقه الرابعه. ليش اروح على اسئله صعبه شويه ونحرقها؟ خلي عشان الطالب ينبسط مع حاله يعرف يحل، صح؟ اكيد بدناش نحرق عليه متعة الحل. الطالب لما بحل سؤال صعب بنبسط برتاح نفسيا، صحيح. واي بتساوي سالب 2 ساين اكس، سالب 2 ساين اكس بده نجيب واي 4، فاحنا بنبدا له بواي شرطه بتساوي سالب 2 بنزل في كوزاين اكس، صح؟ المشتقه الثانيه السالب بتنزل
سالب 2 تنزل، في مشتقة الكوزاين سالب ساين اكس، مظبوط؟ بتطلع 2 ساين اكس. بس بالسالب. هالحين المشتقة الثالثة، الثابت بنزل في كوزاين اكس. المشتقة الرابعة سالب 2 ساين اكس وهو المقدم. صح؟ كلام بسيط. طبعا سؤال 8 find all points on the curve where the tangent line is parallel to the line كذا. ايش عم parallel to؟ يوازي. سؤال 8 صفحة 65 find all points on the curve y تساوي tan x حيث x تقع ما بين باي على 2 وسالب باي على 2. طب لما تكون x تقع بين سالب باي على 2 وباي على 2 فأي أرباع بتقع؟ سالب باي على 2 وباي على 2 بلا بسيطة. ليش أقعد أحذر ولاطش؟ أنا هاي الأرباع، هاي الصفر، هاي باي على 2 صح؟ وين السالب باي على 2؟ من الصفر وبنزل تحت، سالب باي على 2. لو بدي أكمل بالموجب بقول باي 3 باي على 2 2 باي. لو بالسالب سالب باي على 2 سالب باي، سالب 3 باي على 2 سالب 2 باي. فبتقع يا في الربع الأول يا في الربع الرابع، مش هيك؟ ما بين سالب باي على 2 لعند باي على 2، هاي معناها. طيب find all points on the curve y تساوي tan x where the tangent، ايش tangent قلنا؟ tangent المماس، المماس is parallel to the line. parallel to يعني يوازي، في perpendicular او orthogonal عمودي على. بتلاقوا لو مرت عليه كلمه بقول لكم عنها ان شاء الله. parallel to the line y تساوي 2 x، y تساوي 2 x. لما يكون مستقيم يوازي مستقيم ايش بستفيد منه؟ مستقيم يوازي مستقيم. هو دائما الميل بيساوي المشتق، الميل بيساوي المشتق عند نقطة طبعا. لأن أنا بدي أكون إيه جايب؟ ميل المماس عند نقطة. فالمشتقة تساوي الميل عند هذه النقطة، قيمة المشتقة. لو كان عندي تو لاينز الواحد يوازي الاثنين، هذا يعني إنه ميل الأول يساوي ميل الثاني يا شاطرين. بالعربي كنا نقول ميم واحد تساوي ميم اثنين. لو ال1 بيربنديكولار تو ال2 بلايز انه ام1 بيساوي سالب 1 على ام2، صح؟ لما يكون متعامدين ذكرته، ها؟ بنتك الغبره على الذاكره اللي عندكم. لما يكون متوازيين بكون نفس الميل، هي اللي بستفيد منه. طبعا ميل هذا المستقيم واي تساوي 2 اكس، ايش ميله؟ ها؟ قولي احكي علي صوتك تخفيش، صح؟ اثنين معامل اكس. طب كيف ممكن اجيبها غير انه حافظها انا انه معامل اكس؟ كيف طريقة ثانية؟ ميل المستقيم لما يقول لي المستقيم معادلته ايش؟ اكس زائد بي، صح؟ الميل تبعه ايش بيساوي؟ ايه اشتقي المشتقة هي بعطيني الميل، ولا دي واي على دي اكس بتساوي ايه عند اي نقطة؟ سالب معامل سين على معامل صاد. هذه وقت ايش؟ لا لا، لما يكون ايوه بالضبط، لما يكون على هذه الصوره بالضبط. هي الف سين زائد باء صاد زائد جيم تساوي صفر لما يكون على هذه الصوره. لما يكون على صوره اي اكس زائد بي واي زائد سي تساوي صفر، الميل بيساوي سالب معامل واي على معامل اكس، مزبوط؟ طب وليش؟ طب ما خلص يعني خليها قاعدة عندكم، أي منحنى في الدنيا هات المشتقة تبعته. اشتقوا بالنسبة لإكس، إيش مشتقة هذه؟ إيه هنا الثابت بنزل، إيش مشتقة واي؟ أنا عارف هذه بتنسوها، والسي صفر يساوي صفر، انقل الإي غاد تروح بالسالب، يبقى دي واي على دي إكس إيش بتساوي؟ سالب إي على بي، سالب إي على بي ناقص معامل سين على معامل صاد، هيك مزبوط؟ بالضبط، هي هيك احسن. اشتاق ايه اوكي مزبوط.
مظبوط. طب نمشي على القاعدة هذه، نقدر نحط هذه على الصورة هذه، هذه بقدر احطها على الصورة هذه، واي تساوي بقدر انقل هذه غاد بتروح بايش؟ سالب، يعني بضل عندي بي واي تساوي سالب اي اكس ناقص سي، قسم كله على بي، يبقى واي بتساوي سالب اي على بي في اكس ناقص سي على بي. هي الميل ايش بيطلع؟ سالب اي على بي، يبقى ناقص معامل سين على معامل صاد وليس العكس. وقت ايش بكون الصاد على السيني؟ لما يكون عندي نقطتين، صح؟ فرق الصادات على فرق السينات، او صاد على السيني هو ظل الزاوية، صاد على السين لما يكون ما عليه. اوكي. ذكرتوا هذه القواعد العلاقات، تكتبوها عندكم. يبقى اذا كانت المعادله على صوره واي تساوي، فالميل هو معامل اكس، يعني زي السؤال 8 هذا، ميل المستقيم بيساوي 2 مباشره، لما يقول لي واي تساوي 2 اكس، معامل اكس 2 يبقى الميل 2. مش متذكرها، اشتق الطرفين، دي واي على دي اكس بتساوي 2، صح؟ ما عليه. زيكتو بديت اتكلم في حالي انا الان. نروح على سيكشن 3-6، صح؟ حتى الولد نام. سيبوه. اصحي، وقف. مش هيسمع الصوت. وين راح؟ راحت علي. لا لقيته، شفتي؟ اوكي. طيب، سيكشن 3-6 الان. لو وقع على الطاولة جنبه أكيد بصحى. 3-6 تشين رول، تشين اللي هي السلسلة، تشين سلسلة تكون مرتبطة زي السنسال أو الجنزير أو أي حاجة، حلقات مرتبطة بعضها. وإحنا بنتذكر في قاعدة السلسلة بالعربي، لما كان يكون عندي صاد هي اقتران في عين، وعين هي اقتران في سين، بدي اجيب دال صاد عدال سين، كنا نقول دال صاد عدال عين في دال عين على دال سين، فهي السلسلة، هي الرابط اللي بربطهم مع بعض، مظبوط؟ دال صاد عدال عين في دال عين على دال صاد، لأنه صاد بقدر اشتقها بالنسبة للعين لأنه اقتران في عين، والعين اقتران في سين، فبتصير عندنا بهذه الصورة. طبعا لو كانت كمان سين هي مثلا نقول صاد قاف سين ها سين، نقول لام ميم والسين اقتران، وبدي صاد بالنسبه لمين؟ بالنسبه لميم، لميم، فبضرب في ايش؟ في دال سين على دال ميم، سلسله واحده بتسلم واحده، واحده بتسلم واحده، عشان هيك اسمها سلسله مترابطات، تمام؟ اوكي، نكتب هذا الكلام بس بالانجليزي. طيب قبل ما نكتب هذه القاعدة، في عندنا حاجة اسمها derivative of a composite function، مشتقة تركيب اقترانين. زي ما قلنا بهمني تتذكر وتستخدم القاعدة. لو كانت عندي قاف بعدها سين، نحن نكتبها قاف لها سين، صح؟ الصورة هذه. لو بدي اشتق هذا الكلام، لو قلنا هذه صاد بتساوي، فلما بدي صاد شرطة بتساوي مشتقة الاقتران الخارجي والداخلي زي ما هو مضروب في مشتقة الاقتران الداخلي، مظبوط؟ مكتوب عندكم في الربع الأخير من الصفحة بالعربي. مشتقة الاقتران الخارجي والداخلي كما هو ضرب مشتقة الاقتران الداخلي. الآن شوف النظرية ايش بتقول بعدين؟ بروح للقد، هذا بالعربي، لا التذكير مش أكثر. تفضل.
حق علي قلت لها تفضلي. اوكي. الثيرم بتقول لي نظريه اف اف اوف يو از ديفرنشيبل ات ذا بوينت جي اوف اكس. عندي اقتران اف اوف يو. f of u is differentiable at the point g of x and g of x is differentiable at x. ال f نظرية بتقول لي f of u is differentiable at g of x and g is differentiable at x. فإن ال f differentiable عند ال x صح؟ وتكون القاعدة كما هي. Then f circle g مش ال f f circle g is differentiable at x. Then f circle g is differentiable at x. ويكون مشتقة هذا الكلام إيش بساوي؟ f prime ل g of x في g prime of x. هذا مشتقة تركيب اقترانين. تمام؟ هيك نص النظري. الاف قابل للاشتقاق عند الجي والجي قابل للاشتقاق عند اكس. فاف عشان تكون قابل للاشتقاق عند الجي بده يكون عن طريق الكومبوزيت اف سيركل جي اوف اكس. طيب ان ليبينز نوتيشن اللي هي الدي واي على دي اكس، هذه قلنا ليبينز او ليبينز، نعم ليبينز بالزد نوتيشن. اذا كانت واي اقتران في اليو واليو هي اقتران في اكس، فان دي واي على دي اكس ايش بيساوي؟ الواي اقتران في يو واليو اقتران في اكس. دي واي على دي اكس ايش بيساوي؟ دي واي على دي يو، لانه الواي اقتران في يو ضرب اليو اقتران في اكس. هل بسموها ليبينز نوتيشن؟ اوكي اوكي نشوف الاكزامبل. الاكزامبل بيقول لي اذا كانت اكس اكس اوف تي تساوي كوزاين تي تربيع زائد واحد، فايند دي اكس على دي تي. ممكن اشتغل على هذه القاعده وممكن اشتغل على هذه القاعده، التنتين بدهن يعطيني نفس الكلام. لو اشتغلنا على القاعده الاولى هذا زي ما هو محلول عندنا، بدي اقول له لت الاقتران الداخلي بدي اسميه يو عشان يصير عندي اف اوف يو. لت يو بتساوي تي تربيع زائد واحد، اصبحت اكس اوف تي الاكس اصبحت عباره عن كوزاين يو، الاكس اقتران في يو واليو اقتران في ايش؟ في التي. اذا دي اكس على دي تي ده تساوي دي اكس على دي يو في دي يو على دي تي. طب ايش مشتقة الاكس بالنسبه ليو؟ انسوا هاد، ايش مشتقة هذه؟ سالب ساين، سالب ساين يو. يبقى هتسوي لي سالب ساين يو في مشتقة يو بالنسبة لتي، هي اليو ايش مشتقتها؟ 2 تي، 2 تي بس. رجعوا اليو لأصلها، يبقى بتسوي لي سالب ساين تي تربيع زائد واحد في مين؟ في 2 تي. بدل ما احطها هان ويتوهم البعض انها مضروبه في الزاويه، لا هذه مضروبه في الاقتران، يبقى هذه بتنحط قدام فبتصير سالب 2 تي في ساين تي تربيع زائد واحد. طيب بدل ما اشتاق بالصوره هذه بالليبينز ممكن اشتاق على تركيب اقترانين بكون افضل او اريح، وانتو الحاجه اللي بتشوفوها اريح لكم افضل بتحلوا صح بتقدروا تستخدموها. الان انا عندي اكس اوف تي بتساوي كوزاين
تي تربيع زائد واحد. طبعا هذا تركيب اقترانين صح؟ لو انا اعتبرت اف اوف اكس تساوي كوزاين اكس واعتبرت الجي اوف اكس او جي اوف تي اعتبريها جي اوف اكس تساوي اكس تربيع زائد واحد. لو قلت اعطوني اف سيركل جي ايش بتساوي؟ اف لمين؟ يعني اف لمين؟ للاكس تربيع زائد واحد مش هيك؟ طيب الاف ايش تعمل في الاكس؟ بتدخل الكوزاين عليها. يبقى اف ايش تعمل في هذا؟ بتدخل الكوزاين عليها. اكس تربيع زائد واحد مظبوط ولا لا؟ اذا هذه القاعده اللي قدامي هي عباره عن تركيب اقترانين. كان عندكم في سكشن واحد ثلاثه اول ما اخذنا الكومبوزيت اعطاكم مجموعه من الاقترانات زي هيك واعطاكم تركيبات وقال لك فكفك شوفوا لي هذه تركيب مين على مين. تتذكروا حدا مر عليه؟ اذا حدا بحل التمارين اول باول بشوف حاجه زي هاي. زي ما يكون مثلا اذكركم في المثال كان عندك اف اوف اكس تساوي واحد على اكس جي اوف اكس تساوي جذر اكس زائد واحد هات شوف اكس تساوي 2 اكس مثلا. قال لك التركيب التالي واي تساوي واحد على جذر اكس زائد واحد. عبر لي عنه في صوره تركيب اقترانين. مين على مين؟ هذه على هاد اللي هي مين مع مين؟ اف مع جي صح؟ فبقول هذا واضح واضح انها عباره عن اف سيركل جي اوف اكس. لو بدي اتاكد بقول هذا عباره عن ايش؟ ها؟ عشان اتاكد عباره عن اف اوف جي اوف اكس صح؟ طب الاف ايش تعمل في الاكس؟ يعني واحد على جي اوف اكس يعني واحد على اكس زائد واحد. زي ما يقول لي واي بتساوي 2 جذر اكس زائد واحد الاتش مع الجي اتش سيركل مظبوط. هذا تركيبات. فانا مجرد النظر هان عرفت انه هذا عباره عن كوزاين مع تي تربيع زائد واحد. الكوزاين اقتران والاكس تربيع زائد واحد اقتران ثاني فهي تركيب اقترانين. القصد ان لما بدي اجي اشتق بشتق هذا الاقتران يعني مجرد ما اعرف انه تركيب اقترانين بقول بدي اشتقه على تركيب الاقترانات دي اكس على دي تي تساوي مشتقة الاقتران الخارجي والداخلي كما هو. مين الخارجي هان؟ كوزاين الداخلي تي تربيع زائد واحد. يبقى مشتقة الاقتران الخارجي اللي هي سالب ساين الزاوية الداخلي كما هو مضروبا في هاي قوس عشان السالب في مشتقة الاقتران الداخلي 2 تي. نظبطها بصير 2 تي بالسالب ساين تي تربيع زائد واحد وهو المطلوب نفس الجواب بدل هاللخة هذه كلها مباشرة بقدر أحله بالصورة صح ولا لا؟ أوكي. طيب the chain rule with powers of a function مشتقة اقترانات مرفوعة على أس. أنا كان عندي في قواعد الاشتقاق اللي أخذناها في سكشن 3-3 كان عندي لما تكون y بتساوي x أس n فالمشتقة تساوي n في x أس n ناقص 1. هنا الاقتران اللي تحت عبارة عن x فقط special case حالة خاصة مظبوط. الآن لو كان بدل ال x اقتران في x كله مرفوع لأس n بقول بقدر أطبق نفس القاعدة. يبقى المشتقة بتساوي الأس في F أس N ناقص واحد في مشتقة. عارفين هذه مشتقة القوس قوس مرفوع لأس. في الواقع هذه مشتقة تركيب اقترانين ولا الاقتران الخارجي هو N والداخلي كما هو في مشتقة الاقتران الداخلي فهذه تابعة لقاعدة السلسلة. طيب هذا الاقتران أو هذه القاعدة يمكن كتابتها بالصورة التالية y بتساوي f أس n of x الأس بنحط على ال f وليس على ال x يبقى المشتقة بتساوي n في f أس n ناقص واحد of x في f برايم of x تمام هيك؟ هذا الكلام بيساعدني
عيد ثاني سامح حدا بقول كيف كيف على السكت تخجلوش اللي عنده سؤال تسأل هذه القاعدة بتساعدني لو أجا مثال بقول لي واي بتساوي كوزين أس أربعة خلينا نقول إكس تربيع زائد واحد هذا في الأصل أفضل حاجة قبل ما تبدي في الحل تقول هذا عبارة عن كوزين إكس تربيع زائد واحد كله أس أربعة هيك أفضل لك ليش؟ هيك بوحي لك إنه هذا مشتقة قوس مرفوع لأس ماشي الحال؟ هيك أفضل أفضل ما أقول أربعة في كوزين تكعيب وبعدين أشتغل. لا أنا بدي أشتغلها على قوس أفضل وبالتالي لما نجيب المشتقة الأولى بتساوي أربعة في القوس كوزين إكس تربيع زائد واحد تكعيب في مشتقنا بداخل القوس الآن انسي هذا وهي هذا السؤال اللي حلناه قبل بشوية كيف بدي أشتقه؟ سالب صاعد قوس لحاله يعني سؤال لحالها هيك أنا ما بركز واحدة واحدة بأحل السؤال بأنجز لو بداخده كله مرة واحدة بتخربط بصير السالب يخش على الموجب وانسى الضرب والطرح فالقواس حماية الآن مشتقة الخارجي سالب ساين والداخلي كما هو في مشتقة ما بداخل القوس صحيح؟ الآن بفك القواس السالب واثنين إكس بضربهم في الأربعة صح؟ السالب اثنين إكس في أربعة ثمانية إكس هذه كوزين تكعيب إكس تربيع زائد واحد مظبوط هيك؟ تكعيب قلنا بنحط على الكوزين في ساين إكس تربيع زائد واحد واللي بدها تحط الساين قبل بمشي الحال واضح كيف هذا من حال؟ طبعا مش ما فيش عندكم مثال زيه؟ في مثال ساين إكس أس خمسة غير أنا حطيت كمان اقتران جوا هذا يعني أعقد شوية من المثال اللي موجود عندكم لما تكون عندي واي بتساوي ساين أس خمسة إكس طبعا هذا أعتبرها إيش ساين إكس أس خمسة هيك بكون أفضل يبقى واي شرطة بتساوي خمسة ساين إكس في مشتقة ما بداخل القوس اللي بتساوي خمسة كوزاين إكس في ساين أس أربعة إكس مزبوط يكون هيك أبسط نلحق نخلص ست وسبعة إن شاء الله ما علينا عارف أنا بس بدي صحصح شوي ستة خلص في عندنا مثال في ستة خلص هذا محلول عندنا لو كانت واي خليكم معي لو كانت واي بتساوي واحد على اف اكس ايش بنسميها مقلوب اقتران حافظين القاعده تبعت الاشتقاق القاعده بتقول مشتقه مقلوب اقتران بتساوي سالب مشتقه الاقتران على مربع الاقتران او الاقتران تربيع مين الاقتران هنا؟ اذا هان بدها تصير عندي دي واي على دي اكس او واي برايم بتساوي سالب مشتقة الاقتران على مربع الاقتران اف تربيع الاكس او اف اكس الكل تربيع صح هيك؟ اوكي طبعا هذا كلام جاي من وين؟ ممكن نحله باكثر من طريقة خارج قسمة اقترانين او ممكن ارفع الاف فوق وصير أس على القانون اللي هان صح؟ أف أس سالب واحد مزبوط ولا لا؟ أوكي بلاش نحله بلاش نثبته حافظينه بس أوكي طيب نأخذ مثال عليها مثال بيقول لي لو كانت واي بتساوي خلاص من غير صوت واحد على واحد ناقص 2x كله تكعيب نعم
ايش فيه؟ اختلفت تعبتوا؟ طيب ماشي. هالحين واي شرطة؟ فش احنا حتى الان كل مراجعة بس انا سؤال بتجاوب حافظينه من اول تذكير دوش. طب صوتي مش عالي انا يعني مش دوش. جاوب. اسمع منها بس. في سالب بدك تطبق على القاعده ولا لا؟ طيب طيب. وشرطه بتساوي سالب 3 في 1 ناقص سالب في سالب 3 هو تربيع صح؟ في ايش؟ هاي مشتقه الاقتران الاس. الاس طبعا السالب تبعت القانون الاس في القوس. الاس ناقص 1 مشتق من مبدا داخل القوس على 1 ناقص 3 تربيع. طبعا لما يكون عندي اكس تكعيب وكله تربيع بنضرب الاس الداخلي في الخارجي صح؟ شيء لان اصلا هذا تعني اكس تكعيب في اكس تكعيب وفي الضرب تجمع الاسس بصير اكس اس 6 صح؟ مش اجمع هذول لا هذا بتنفك اكس تكعيب في اكس تكعيب. اوكي نختصر تربيع مع هان بضل في المقام قديش؟ 4 بيطلع عندي سالب في سالب 6 على 1 ناقص 2 اكس كله اس 4 صح؟ طيب لو رفعناه لو قلنا واي بتساوي 1 ناقص 2 اكس كله اس سالب 3 ونشتقه على قوس مرفوع لاس لو رفعناها فوق وهان نقول واي شرطه بتساوي الاس اس في مشتقه ما بداخل القوس صح؟ سالب 2 في سالب 3 6 في 1 ناقص 2 اكس اس. طب هو السؤال سلمني اياها بسط على مقام بدي احولها صوت على بسط على مقام يعني زي سلمني نظيف اسلمك نظيف مزبوط؟ ايش ما يعطيني بعطيه زي ما بده بعطيه لو اعطاني باس بعطيها باس اعطيها بكسر بعطيها بكسر بين 6 على 1 ناقص 2 اكس كله اس 4 نفس الجواب صح؟ اوكي. عادي بعطيه بخلص اللي عند الهم بنهي هو اعطاني بالسالب زي ما بده بدعم 100% نور على نور بكل لانه اصلا انتقلنا الناس دي بتكون مخلصه الحل الهام وهذه يعني كرم منك بكون زياد انك حافظ القاعده هذه إن لو نزلتها تحت بتغير اشاره الاس كله كلام سليم.